قد يحدث الكثير في دقيقة على ويكي، مثل كل 60 ثانية في مشاريع ويكيميديا، أو حتى الوقت المستغرق للإجابة على سؤال لماذا ترون رسائل جمع تبرعات على ويكيبيديا؟ تدير ويكيبيديا و12 مشروع ويكي آخر مكرساً لنشر المعلومات الحرة مؤسسة ويكيميديا غير الربحية. هذا مهم لأنه يعني أن ويكيبيديا لا تحصل على التمويل من الإعلانات ولا تطلب رسوم اشتراك أو تبيع معلوماتكم الشخصية. بدلاً من هذا فإن ويكيبيديا تتلقى التمويل قائماً على تبرعات فردية صغيرة. هذا يضمن بقاء محتوى ويكيبيديا حيادياً ومستقلاً من مصالح الحكومات والمستثمرين والمعلنين. المساعدات تساعدنا في الحفاظ على عمل الخوادم وتصميم البرمجيات وبناء تكنولوجيا عالمية تدعم مشاريعنا التي تتلقى 16 مليار مشاهدة للصفحات على موقع ويكيبيديا شهرياً، دعم مجتمعات ويكيميديا التطوعية بالتبرعات حتى يتم تحسين وتوسيع مشاريعنا، حماية حق الإنسان في الوصول إلى المعرفة الحرة وحماية حرية خطاب وخصوصية المستخدم، جعل المعرفة متاحة أمام الجميع. ولهذا ترون رسائل جمع التبرعات على موقع ويكيبيديا في دقيقة واحدة. هل لديك دقيقة أخرى؟ يرجى مشاهدة مقاطع الفيديو الأخرى في هذه السلسلة.